الرحمن الرحيم مانتا وزاردا ورفافنتا إزجارسينتا وتكنولوجيا يهدها يدقنكا يدرحيسكا دولة بنتلاند وحي قوان ستي إن أي أبحيسو هول هولر كيذا كاميدا مقع دكتور محمد ظاهر أفرح أيضا لو أقول لي هاي إن أي تاسو نغطو حسوسين لحسوسين أي أمدى الصوماليين ملكستا يجوك تبا مانا أهان هول كاسكالي إن الله بحين دونو وزاردة قيبة فربضان وكاميدا أي الله بحين دونو وصو صعدة كهر لعمايو وقت كيذا أي ما دونتا لكن مانتا تان أي وحي أهي بلو وحي سويدين مودان دكتور محمد ظاهر أفرح كومو أها إلى يوم حرسي دكتور محمد ظاهر أفرح وحاوها أقونيهن صوماليات بشي سند يكون سيار بقول كنتوني لبدي وحكو برتي دقان كاس جريبا دبديدنا الصعود على يدين عاس يو مقدشو وكغب حي وحبرشدي سي هيرك كالدوانا دكسير لحي إلا سارة دكتور محمد ظاهر أفرح مركا وها دكسير سارة ayuu bilaabay inuu wax ku qoro jornaalkii waaga dalka soo bixi jiray ee xidigta October waxa uu ka faaloon jiray waxa uu bixiyay yani mujtamaa Soomaali tahta telescope mujtamaa Soomaaliyeed ayuu ku ifin jiray hadba dhaqamada isbadbedelkii dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee waaga jiray ayuu hadba ka sheekeyn jiray Dr. Maxamed Ahir Afrax halkaas ayuu qoraalkiisa ka bilaabay dabadeedna waxa uu dilay qoraalkiisii ma aragtay riwaayadii caanka ahayd ee la baxday Manafay Manafay marka waxa laga bilaabay qoraladaas ay idin sheegay afka carabiga ku qornaa ayadoo ka sheekeyn jiray bulshada Soomaaliyeed isbeddelka dhaqanka ku imaanahay waagaas dabadeed qoraladaas ayuu waxa ugu sii dalacay inuu qoro riwaayadii ama qoraalkii caanka noqday ee la oran jiray Manafay دكتور محمد ظاهر أفرح ما نفاي كلمة وقرني وحقري قرار لفر بضم وكم تهيجلت معروف لنا عصوا لنا عي رواياتك لنا بوقتنا وحفر بضم أي وحق أي وقري وقري مسرح الصومالي دي فنك الصومالي المسرح والفن الصومالي بوك بوقت كم ده الأورنجري وعكلو وقري سياسة ده وبوك يسمع نفاي متكلو أدق ما حق السياسة ده أي جري أسجنا الأورنجري وحوي دل دواي iyo dunida mirbeesh buugaasi waxa uu la mid yahay buugii Manafay waa kacdoon buugaas qudhiisu wuxuu kacdoon ku yahay qaab xumada siyaasada Soomaaliyeed waagaas ay ku jirtay ay ku sugnayd runtii waa buug aad u qiimo weyn Dr. Maxamed Ahir Afrax wax barashadiisi jaamacadeed wuxuu ku qaatay Yemen TC master ta PhD dana wuxuu ku qaatay jaamacadda London ayuu ku qaatay runtii waxa uu ahaa academy أكاديميك أد يعني وجو فرفرن حاجة يعني سوغا ماذا أما رقم ماذا كلا سدا رقم كأفكا عربية يكن يعني إنجليزي ده يوحي لهم ده دكتور محمد ظاهر أفرح مركا وحوي وهالدور هالدور ياشا صومالي كم ده بوها الله ونحرسته هالدور كاسي مركا هالأبور كيسو دكتور محمد ظاهر أفرح ووفى إيدي ومضى وحاو بلابي مركي قرنجبكي كدب إن أوراليو بل إن لا إلاليو أفكني يدقن كيني صوماليات وحاو بلابي إنو أساسو ناديجي لما قعبهي ناديجا بين صومالي سبيكين بين وانا نادي عالمي وهو أي كمي دي سيهين ضدك وحقراء كوة قبية يسحفين تأيو حلمي naadiga dabadeed wuxuu soo saari jiray dr maxamed ahir afrax journal ama majalad orange magaceeda hal abuur oo ku soo bixi jiray waxa weeye dalka jabuuti iyo meelo kale oo fara badan hadaan soomaalin lahayn marka ma xusno dadka saameenta ama raadka reeba sida dr maxamed ahir afrax oo kale waxaan xasuustaa dr maxamed ahir afrax wuxuu kaga duwanaa inta kale oo wax qodha Soomaaliyeed hadii jeer wuxuu soo qor jiray qoraalo barordiiq ah tusaale ahaan qof kasto oo Soomaaliyeed oo dhinta Dr. Maxamed Ahir Afrax oo ka faaloon jiray taariikhnoloojiyadiisa markuu dhinta dabadeed waxaan xusuustaa oo maskaxdeedu ku jiraan ilaawi karin wali sida uu uga sheekeyay qoraalkii ugu dambeeyay uu qoro oo barordiiq ah wuxuu ka qoray Allahu naxariistay Professor Gandhi
جائزات وحي كفو جنتهاي أو أي مثلاً ديرد صارسة هالأمورك سوغانتا رواياتك وحي القصة القصيرة يعني شكوينك جابن مركب دكتور محمد ظاهر أفرح يو طيب صالح اسكومت بأهاي دكتور محمد ظاهر أفرح وقوع عم بحي روايدي الأورنجي المانافاي طيب صالح وقوع عم بحي روايدي الأورنجي الموسم الهجرة إلى الشمال وحقروا أيضا نجرة جائزة أيضا عالمية أولي رادو وحوي أبال مرنت عالمي جاءها نجيب محفوظ نجيب محفوظ وحوها نين قراءة ومصارئة وحقيقة وحوها نكاسو نين صامين كله يعني دون ذا أولا دكتور محمد هلا فرحان وحو إيشي أفكي سيئك الشيئي إن نكاسي وحوها قدوة وكده ينجري نجيب محفوظ وحكو عن بحي وشاهد أبال مرنت نوبل برايس أيضا أول ما مدونه لغسيي وحوي ورواية ديسي الأورنجري أولاد حارتنا يعني وحكرو جراء يعني سألو سعطة سنوين وحالة بحية نوبل برايس بان مقلنا وحالة بحية وحو أهانين سويدش أه وحو لنتي كون سداد بقول سلاشين اللحذي أنت أوصل لمن لبسنا كور كون سداد بقول سلاشين أفرت وحا ودر دارمي ما دام سمي الدين مدي إن يعني العقد وكهري لغو أبال مريو هل أبور كدوني ذا لنا عصيني سكاة لنا عكستوئي هل أبور ألا ذاهي وحلقو بحيا لنا عيا فربضان لنا عيا ذا كيميستريكا إفيسكيسكا إسانسكا وحلقو بحيا سويدن لنا نوبل برايس بيسكا ونبادة أنا وحلقو بحيا نوروي مركا يعني نكاس نفتي يسونو حوانين هل أبور أه ونكدر دار مي جائزي سيين الله سمعي مركا بنانتك محلو بهاي هاي وحلول وحنلوجا بهاي هاي إن وضد الدكتور محمد ظهر أفرح وقصة عدي إن قصة عنه دكتور محمد ظهر أفرح هو هروح نفتيس يمالك السبب أهوري وأذى جدا أفكا صوماليجا وح أفكا صوماليجا وأذى جاينا وجديد وجدا كلام هاي إن أمضى تاني وإيراليو جريتان كذا رقم كذا يوحى هاي خنتي رقم كونو حكم ده وحلا القوة الناعمة أوده والله أود قوة صلبة اللي رادوا أرجع عيد ماذا ملتقي وعنو عصا يأود يعني يصير تعصق على قدام عسان القوة الناعمة اللي رادوا وأنا تن هبدأ أدونكو هيان وطاي حتى الدبلوماسية دي ولا يوجد بحلا الدبلوماسية الرسمية ولا يوجد بيو وحلا يوجد بحلا الدبلوماسية الشعبية وحلا بحيا سكولرشيب وحلا بحيا بضيقة وحلا بحيا جنب على جسته وجد كل جلي يا وحوي شعوبة اللي رادوا مركا أود سوشو بطي سوفت باور القوة الناعمة مرك دكتور محمد الأفرح وكشف قنجري قوة ناعمة أو داس وكشف قنجري رنتي وح جرب يقاشان باوها أو جرب سينجري دولة جيبوتي ومدحوي هاي مدحويين هذا مدن إسماعيل عمر جيلي رنتي هل كان أيام كامان يا مدحويين إسماعيل عمر جيلي يا كارنتي وكلها إلى علمت أفكا صومالية جنانة كنا وحلاي هاي مدن مدحويين إسماعيل عمر جيلي دولة جيبوتي بقى هول كم الدالي ولي وهو جدي وحن قاصن لها عدة أود أوله سومالي أو ملك استوى يجوكته وحن لها ضياء سومالي إن أي سميسه جائزة نوع سكلاء أبى المرن نوع سكلاء الله بحي أبى المرن دكتور محمد ظهر أفرح إيه هالأبورك وأنا ما سنتين